أهلا بكم مشاهدينا في جولتنا الإخبارية الحياة الآن التي نستعرض فيها آخر المستجدات. البداية بالعناوين. استشهاد شرطي برصاص إرهابيين في الإسكندرية ومصرع 6 إثر حادث تصادم في بني سويف. العليا للانتخابات البرلمانية تناقش مواعيد فتح باب الترشح، والأوقاف تشكل لجنة لرصد أي انتهاك انتخابي لحرمة المساجد. النائب العام يخلي سبيل 130 طالبا حفاظا على مستقبلهم. وجامعة الأزهر تفصل 51 نهائيا لتورطهم في أحداث الشغب.